مساء الخير عليكم جميعا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. طبعا لايف اليوم راح يكون كمان مختلف شوي، وان شاء الله راح نحكي على شغلات ومبادرات لازم نشتغل عليها كلياتنا جميعا. طبعا نحن بصفحة سوريون في الامارات عم نحاول انه ندعم كل الاشخاص اللي موجودين على ارض الامارات، فمشان هيك اليوم راح احكي لكم على مبادرتين، وبعد شوي راح يطلع منير ايضا وسلاف يحكوا لكم على مبادره، فخلي عيونكم على الصفحه وخليكم متابعين. هلا اول مبادره راح نحكيها هي للمطاعم، بتمنى انه شويه تفاعل. راح لكم هلا مثل ما بتعرفوا انه في كثير اشخاص ممكن كانت انه تتاخر رواتبها، او ممكن كانت انه ما عندها شغل بالأساس، كانت بفترة بحث عن عمل، ممكن في أشخاص أنه كانت عم تشتغل بس حالياً إجازة بدون راتب. ففي كتير نقط وفي كتير عائلات وأشخاص حالياً بالوضع الحالي ممكن أنه يكون وضعهم ما كتير عم يسمح، بالأخص أنه نحن بفترة حجر وقاعدين أغلبنا ببيوتنا هلأ. وبنفس الوقت في كتير مطاعم خلونا نقول انه الشغل عندها صار اقل، بتعرفوا انتو صار ممنوع القعدة بالمطعم، صار ممنوع انه تجمعات، فصار كله فقط على الدليفري ومسموح الدليفري. هلأ المبادرة الاولى يلي هي رح تكون مع المطاعم، فاذا انتو بتعرفوا اي مطعم هلأ رح حط لكم رقم للتواصل. هلا الفكره وين؟ انه نحن بدنا هذا المطعم لما اي شخص، طبعا نحن رح ننزلكم دائما المطاعم اللي رح تكون معنا بالمبادره، اللي هي اي شخص لنفرض انا اتصلت ووصيت على وجبه، فممكن رح يكون في عنا خيارين. طبعا هدول القصص بتكون من المطعم، يعني بس يتصل معنا بنتفق شو آليتها، ولكن انا عم بشرح لكم ممكن انا اتصل ووصي على وجبه اكل، فهو يبعث لي اياها وبنفس الوقت يحط عنده وجبة لعائلة تكون متعففة او لاشخاص يعانون من ظروف معينة. بهذا الوقت نحن بنكون يعني فدنا الجميع، فدنا صاحب المطعم وبنفس الوقت فدنا العائلة المتعففة اللي ممكن هي يعني ما تتصل او ما ترسل او ما تحكي. طبعا هذا الموضوع هو مو بس للجنسية السورية، هو صراحة لكل مين عايش على أرض الإمارات العربية المتحدة، لأنه بالأخير نحن كلياتنا أخوة. فمشان هيك برجع بعد لكم، الأولى أنه المطعم يقول أنا إذا حدا بيشتري وجبة من عندي الثانية بتطلع فري، أو ممكن كشخص يتصل يقول له أنه أنا رح أخذ وجبة ورح أدفع الثانية بس حطها عندك لحدا يكون خلينا نقول بحاجتها. فمشان هيك اذا بتعرفوا اي من المطاعم انا رح احط لكم رقم للتواصل لحتى ننظم الموضوع اكثر مع بعض. طبعا المطعم لازم يبعث الاكل بالدليفري مثل ما بتعرفوا في حظر تجوال بدبي وبقيه الامارات المساء، فمشان هيك الموضوع لازم يكون دليفري، واكيد المطاعم لازم تكون يعني كل المطاعم حاليا بالوقت الحالي يعني عم تتبع اجراءات السلامة والتعقيم، من كان من الدليفري للأكل للطبخ، لأنه بتعرفوا أكيد بلدية وحكومة دبي قديش مشددين على هذا الموضوع، وشفنا كتير مطاعم ومراكز تانية أخذت مخالفات وفي منهم حتى سكروا لهم الأماكن تبعهم. وممكن أنه أنتوا تدخلوا بهاي المبادرة، خلينا نسموها المبادرة الأخوية، ممكن تعطيه لأي شخص تقدمي له يا هدية لل الكلينر بالبناية، للسكيورتي، لأنه أكيد أكيد في أشخاص بتكون بحاجتها. ما الكل بيقدر، تقريبا صلنا الشهر يعني تدريجيا كل ما القصص عم يصير الحجر أكتر، بالأخص بدبي مثل ما بتعرفوا أنتوا صار الحجر 24 ساعة. وصلتنا كم رسالة عن الموضوع، صراحة أكتر من شخص تواصل معنا وكان عم يخبرنا على بعض الجيران وعلى بعض الأشخاص المتعففين. يعني في أشخاص راسلتنا أنه بيعرفوا جارهم بدون شغل صلوا فترة وحالياً أكيد هو بالبيت، فأكيد ما عنده كل الإمكانيات. بتمنى من الجميع أنه يشارك معنا بهاي المبادرة الأولى. هلأ في مبادرة تانية
كمان راح تكون، بس ولكن هذيك راح تكون على الواتساب مو على هذا الرقم، رقم تاني للواتساب. نخصص رقم واتساب يلي هو رقم واتساب الصفحة فقط لاستقبال الحالات يلي هي أي شخص بحاجة لدواء أو بحاجة لغذاء، مواد غذائية، ممكن يبعث لنا بيقلنا أنه هو شو الشيء اللي بحاجته وبأي إمارة وبأي منطقة موجود. هلأ نحن علينا أنه ننزل هاد البوست على الصفحة بدون ما نذكر لا الاسم ولا طريقة التواصل ولا شيء، فالأشخاص اللي حابة تساعد وتهديهم مواد غذائية أو أدوية، طبعاً هلأ رح أكد لكم على شيء تماماً، فتتواصل معنا ونحن منسلم، يعني بيصير صلة الوصل بيناتهم، نحن منعطي الرقم لهذا الشخص وهو بيتواصل معهم وبيهديهم الأدوية أو الغذاء. بحب أوضح لكم شغلة، سواني بس خليكم معي، ممنوع منعاً باتاً أي جمع تبرعات أو رح أقرأ لكم النص القانون، ممنوع منعاً باتاً جمع التبرعات بدون ترخيص تحت بند ثواني بس طلع القانون، أوكي. المساعدات المالية وجمع التبرعات بدون رخصة ممنوعة منعاً باتاً بقرار من حكومة الإمارات العربية المتحدة في المادة رقم 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، وعقوبتها أوكي تكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 أقل شيء لل 500,000. برجع بأكد لكم نحن ما بدنا ولا عم نطلب، وانتو حتى ممنوع تعملوا أي مساعدات مادية أو جمع تبرعات، مخالفتها كتير كتير كبيرة. لهيك حاليا عم نقلكن على هاي المبادرتين حاليا، الأولى اللي هي بين المطاعم وبين الأفراد، الشخص ممكن يتصل للمطعم ويطلب وجبة ويقول له بدي وجبة تانية أنا رح حاسبك عنها، ولكن هاي بدك توصلها لعائلة معينة، طبعا نحن بيكون التواصل عنا. هلا نحن يوميا بدنا ننزلكم اسماء المطاعم يلي رح تتواصل معنا وتشترك بهاي المبادرة، وبنفس الوقت رح ننزل انه هدول المطاعم عندهم هذا العدد من الوجبات، فيكن تتواصلوا معهم لحتى تدلوهم على منطقتكم لحتى يوصلكم دليفري. هاي المبادرة الاولى رجعت حكيت لكم اياها. المبادرة الثانية يلي هي كل شخص بحاجة لشيء، دواء أو مونة أو أي شيء لبيته، غذائيات أو أدوية، فنحن منستقبل هاي الطلبات على الواتساب ومننزلها على الصفحة أنه في شخص أو عائلة بالإمارات بهاي المنطقة بهاي الإمارة فيكن تتواصل بحاجة لهذا الشيء، فتواصلوا معنا على الواتساب لحتى نعمل طريقة التواصل بيناتكم وتوصلوا لهم الأدوية أو المواد الغذائية. برجع بأكد لكم أنه ممنوع منعا باتا بقانون الدولة الإماراتية يلي هي جمع التبرعات أو القصص المادية، ممنوعة منعا باتا وغرامتها الحبس ومبلغ مالي بين 250,000 إلى 500,000 درهم. مبادرة المطاعم، وأيضا هاشتاج رح نستعمله يلي هي مبادرة أخوية، لأنه نحن بالأخير كلياتنا أخوة وكلياتنا عايشين بهذا المجتمع يلي هو مجتمع الإمارات العربية المتحدة، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ولازم ندعم بعض. مثل ما خبرتكم أنه هاي المبادرة لجميع الجنسيات ولجميع المطاعم، أي حدا فيه يتواصل معنا. طبعا إذا أنتم بتعرفوا عائلة ممكن تتواصلوا معنا تقولونا هيك، بس بالأخير إنما الأعمال بالنيات، وكل شخص الله رح يحاسبه إذا كان عم يعمل غير الصحيح. أكيد فهمتوا علي، ما رح أدخل بكتير تفاصيل يلي ممكن أنه تنبه البعض. فمشان هيك بتمنى منكم أنه تدعمونا وتساعدونا. طبعا نحن رح ننزل بوستات تفصيلية عن الموضوع، حبيت بس خبركم هاي عن هاي المبادرات. بتمنى يا رب تنشروها وتخبروا العالم عنها لحتى نقدر نقدم شيء حلو للمجتمع الإماراتي. وشكرا كثير لكم للمتابعة، شكرا للتعليقات الجميلة، وشكرا شكرا شكرا لكم. باي باي.